البلد. قاسم دغمان، انت اعلامي لبناني معروف من حوالي 5 سنين باطلالاتك المتنوعه عبر محطه الام بي ان، وانت ضيفنا الليله لنحكي عن برنامجك الحالي ابيض أسود اللي عم ينعرض كل احد مثل هالوقت كمان. قاسم بفتره قصيره نسبيا دخلت الاعلام السياسي الاجتماعي ومؤخرا الفني، شو اكثر شيء متعب بكل مجال من هالمجالات؟ الفني لا مش ضروري الفني، كل مجال بكل مجال بدنا شيء اكثر شيء متعب فيه، يعني اذا بدنا نبلش بالسياسه، شو اكثر شيء متعب فيها؟ بالسياسه انه دائما اذا بدك في محظورات معينه، في حدود، في قواعد لازم تكوني بتعرفيها، ايه في سقف، في شخصيات يمكن ما بتقدري تستضيفيهم، في شخصيات يمكن ما بيقبلوا اسئله معينه، بالقضايا الاجتماعيه اذا بدك انه حلو الواحد يكون مع الناس لأنه هو جزء من الناس، بس بضل القصص المرتبطة بالمشاكل الإنسانية ما بتنتهي، يعني الواحد بده يضل يتابع هذا الشيء أنه مهم، بس بحس ما الواحد بتنتبه هو وبذات وقت مطروحة كمان ايه نعم. فبدك تغير الآلية بطرحها ومشاكل الناس، يعني بدك تضلك على متابعة يومية معهم إذا بدك. أكيد. بالفن دلع إذا بدك وغنج الفنانين، بس كله حلو، يعني التعب هو نتيجة لتوصل لتحقق نجاح معين. وأنت من الثلاثة أي بتفضل؟ أنا من الثلاثة إذا بدك يعني انبسطت بثلاث اختيارات يعني أو ثلاث تجارب عشتها، بس يمكن إذا لاحقا فكر أرجع لقضايا اجتماعية، بحب أعيش مع الناس ومعاناة الناس. أكيد بتكون على تواصل معهم كل الوقت. أو خلطة ثلاثة سوا مثل ما بلشت بأبيض أسود، ليش يعني. لا يعني في مجتمع فن سياسي، يعني مثل حديث البلد مثلا عنا. مزبوط. يعني الثلاثة سوا، يعني المهم أبيض أو أسود مش رمادي. لكن مش رمادي. أوكي هيها كلام مش بيحود يا أبيض يا أسود، لكن مش رمادي كده كده حتراضيني وتكسب ودادي، لكن بدي نوه بهالحلقة انه سفارة يمين كانت ضيفة ببرنامجي بأبيض أسود، وهي ضيفة كمان عزيزة، أيضا ست ليليان حبيبة قلبي، من بعد ما استضفتها صارت أمي بالتبني، هيك اتفقنا يعني. خلص هلا قاسم، طب بالمصروف في روح لعندي؟ بعيت لي ماما بالمصروف في روح لعندي؟ قاسم بعد وسام الأمير ما كان ضيفك؟ لا بس أكيد إن شاء الله بحل الشرف إذا كان. نعم إذا كان ضيفك شو أول سؤال بتسأله إياه؟ شو أول سؤال؟ ليش بتركز كثير على اللون الأسود بثيابك؟ أها وسام الأمير لأنه الأسود بيستر العيوب. وشو بتقول الغنية؟ خليني أشوفك بالليل، بدنا الأولى. خليني شوفك بالليل، ليلي بعد لغروبي، مش عايز الملقى بالليل، ليلي بيستر لعيوبي. قاسم دغمان، انت مواليد 1986 شحور قضاء صور، خلقت ببيت بيتالف من 3 صبيان واربع بنات، واللافت انك صبي توأم مع بنتين هن زينب وزهراء. نعم. مثل ما عم نشوف بالصور على البلازما. بدي اقول انه توأم صحيح، يعني هيدا اللافت انه انتم مش توائم كل واحد لحال. لا نحن ثلاثه بطن وحده، بطن بس وحده، اخواتي اثنين يعني بخلاص، وانا كنت خلاص يعني. نعم. علميا كنا عم نحلل قبل ما اجي بالحلقه لاعطي هذه الصوره. نعم. كثير حلوه. نعم. هاي الصوره صورونا اياها جريده السفيره عند ظهرنا من العمليات وصورونا اياها، والنيرس بعدها على قيد الحياه، بعدها موجوده من بيت ملك على ما اظن، عم بتشوف بتكون على تواصل. هيدا مشان هيك سميت، مشان هيك اقترح مصور السفير انه يسموك قاسم. المصور هو اقترح اسمائنا على والدتي انه. نعم. بما انه ثلاثه فقال لها شو بدك تسميهم؟ نعم. قالت له بعد مش عارفه انه يعني عم نتداول بالاسماء، فهو اقترح اسمي واسم اختي واختي الثالثه كمان. شو اسمائهم؟ زينب وزهراء. وقاسم مشترك.
وقاسم مشترك بيني. انت قاسم مشترك بيناتهم. الله يخليكم. والله ما بعرف، هذه الصوره سحبناها من ارشيف جريده السفير، مهضومه ان شاء الله. اذا كان مصور بعضه طيب هيك وجه له تحيه، وجه له تحيه من حديث تاريخية. البلد. واليوم انت كمان نقيت ثلاث اسامي لثلاث اشخاص يوم صاروا شباب وصبايا. قاسم، صحيح انه اختك خياتك الاثنين يعني زينب وزهراء بيشبهوا بعض لدرجه انه زوج وحده منهم بيتلخبط بالثاني؟ هلا بدي وجه لهم تحيه، انا نعم. كثير بحبهم. اكيد كنا نعمل مشاكل كثير مع بعض نحن وزهراء، كانوا اقوى مني، كانوا يضربوني يعني. البنات دائما على صغر اقوى. هن كثير بيشبهوا بعضهم يعني. بالمدرسة كانوا يقسموا دروسهم يعني، اللي حافظة المادة تسمعها مرتين بالمدرسة. فعملوا مشكلة يعني عند الأساتذة، بس لما كبروا ضلوا يشبهوا كثير بعض لأنه الناس ما بتفرقهم. بس أنا من أنا وصغير يعني بقدر ميزهم بالشكل. أنه من إحدى الخبريات المهضومة أنه صهري لما تكون يعني هاي بفترة الخطوبة، لما تكون خطيبته يعني زهرة ظاهرة، كانت ممكن زينب بتحل محلها لأنه ما كان يقدر يميز ما يقدر يعرف بيناتهم. الله يخليكم. قاسم، درست إعلام بالجامعة العربية، وسنة 2007 انضميت للإم بي إن كمراسل إخباري، ورجعت قدمت وأعدت أكثر من برنامج مثل أخبار المناطق، بانوراما الإم بي إن، لا للطائفية، علي صوتك، قصتهم قصة غير شكل، وصولا لأبيض وأسود اللي كان يتألف من ثلاث فقرات وثلاث ضيوف بالحلقة الوحدة. مزبوط. وهلأ صار ضيف واحد بكل حلقة. قاسم، كنت أول إعلامي بيستضيف زياد الرحباني على محطة محلية بعد غيبة طويلة، وكثير استغربوا كيف قدرت تحصل على هالمقابلة. كيف كسبت ثقة زياد اللي ما بتربطك فيه علاقة، ولا حتى المحطة دعمتك حتى يكون عندك؟ التقيت فيه صدفة أول شيء. التقيت فيه قبل يعني ببرنامج غير شكل، كنت عم حضر هذا الموضوع لما ولدت حملة الشعب يريد زياد الرحباني على الفيسبوك. من وقتها عم نفكر جديا بالموضوع، انه انا مضيت على العريضة انه انا كإعلامي بطالب بعودة زياد الرحباني بإطلالة تلفزيونية. واشتغلنا شوي مع الشباب يعني بالوراء الكواليس مثل ما بقولوا، لحد ما يعني الفرصه سنحت اني اقدر شوفه لزياد بالصدفه بشارع الحمراء، اللي هو الشارع المميز عندي، كل يوم بنزل على شارع الحمراء، شارع العريق يعني، شارع الصحافه والمميز عن زياد. مزبوط. والفن والفنانين، ورجع هلا نشوف عز شارع الحمراء يعني. مزبوط. لو بشكل صح. جديد بس رجع هو بيختصر لبنان اذا بدك. أكيد. يعني في أكيد. من كل الاطياف، من كل الطوائف، من كل الاعمار. بالصدفة التقيت بأستاذ زياد الرحباني وتفاجأت أنه هو بيحضر برنامج أبيض أسود، وهذا الشيء أنه كان يعني فرحك. وكان على علم بالحملة؟ أكيد وقتها كان الحملة صار أكثر من سنة، وذكرته قلت له نحن اشتغلنا بموضوع الحملة وكذا، قال لي أنه أنا كنت كثير مضغوط، فقلت له إذا بدك تابع أكثر برنامجي، وإذا حسيت أنه هذا الشيء ما بيشكل أي تقليل من قيمتك ومستواك الفني، فأنا بكون يعني سعيد إذا بحل. لا، حدا بيكبر إذا طلع معك قاسم. تسلمي. أنا ما بدي أطلع معك لأنه ما بدي أكبر. أكيد. أنا عم فكرك حلقة. عم فكرك حلقة، بس حلقة بدي فشل كل ضيوف حديث البلد فيها. يلا لازم تجيبهم كلهم. ومونا كمان. يعني الأسئلة كلهم إعداد الضيوف اللي طلعوا بحديث كل البلد. كل ضيف له سؤال مر لميشيل. أكيد. فثاقبت إنه أنا هون عن جد بوجه تحية كثير كبيرة لأستاذ زياد الرحباني، إنه أخذ رقم تليفوني. أنا اعتبرت إنه يمكن هيك إنه بده يخلص مني على الطريق يعني، مع إني أنا بحافظ على خصوصية اي انسان شو ما كان يعني. أكيد. بيشتغل خصوصا اذا ما اذا كان بمكان عام، بس يمكن اذا بدك حماس دفعني انه ما رح تقدر. ما حقدر. فقال لي بتاريخ معين بدي لك، تقلي بهذا التاريخ، وقال لي انه انا مستعد نحضر لحلقه سوا. كل بيشهد لاعدادك الحلو والقوي ولاسئلتك الذكيه يعني. الله يخليك. اللي وجهت له اياها هذه شغله كثير مهمه. انا والله فكري هنيك يعني، وهني اهلك فيك. أنا والله فكري هنيك يعني، وهني أهلك فيك. على النظافة بالمواقف وعلى المواقف السياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك. بهني نفسي فيك. على قد جاي هالغنية قاسم، إن شاء الله بضلك بهالنشاط، وإذا هيك البداية بعتقد بدنا نشوف بعد منك إنجازات كثيرة. وهلأ رح نشوف كيتي شو جايبت لك. أوكي. كيتي. أنا
قاسم. اطرح سؤالا على نفسك واجب عليه. سأل حالك سؤال صعب يعني. شو ممكن أقدر والدتي؟ قد ايه ممكن تقدر والدتك بعد كل التعب والتضحيات اللي قدمتها؟ ممكن ما بقدر كفيها الا اني اكون معها كل عمري وبنهايه المطاف اجسد روحها بتمثال يحفظ ذكرها بعد عمر طويل. الله يخليك لها ويخليها لك.